مشكلة عدم ظهور الصورة في مقاطع اليوتيوب. لما أفتح اليوتيوب في الشاشة يظهر الصوت وشاشة رمادية. السبب إن شركة رودماستر وضعت معايير حماية للقيادة الآمنة وبالتالي ما تشوش عليك كقائد مركبة. والحل لإلغاء هذه الخاصية تدخل على أيقونة الإعدادات ثم السيارة ثم مجموعة القيادة ثم إعدادات الفيديو ثم تفعل الزر عندما يسمح المرور لمشاهدة الفيديو، وبكذا تستطيع أنك تشاهد الصوت والفيديو معاً.